ثبت ولاية كيريلا على مر العصور التجار والباحثين عن البهارات والعاج، فكيريلا حباها الله بالكثير من الخيرات الطبيعية، حتى أن التجار العرب أطلقوا عليها قديما مسمى بلاد خير الله، لتتمحور الكلمة على مر العصور وتصبح كيريلا. ومع قدوم تجار الخليج ومنهم التجار الإماراتيين، أثروا في الحياة هنا بالكثير من العادات العربية والتعاليم الإسلامية التي أثرت بشكل كبير في أسلوب وثقافة الشعب بولاية كيريلا. هذه العلاقة بين الهند وبين الإمارات بدأت منذ قديم الزمان، فكانت أولا في التجارة، حتى تأثر هذا الذهاب والإياب حتى في لباسهم وفي عاداتهم وفي عادات المسلمين تحول. ارتباط دولة الإمارات بالهند وولاية كيريلا ليست بالحديثة، بل تعود إلى زمن بعيد قبل اكتشاف النفط. ومع ظهور النفط والدولة الحديثة نمت العلاقات على كافة المجالات بين الإمارات والهند، وخصوصا أن أكبر جالية موجودة في الإمارات هي الجالية الهندية، حيث يبلغ تعدادها أكثر من 2.5 مليون نسمة، وتعتبر كيريلا الأكثر تمثيلا لهذه الجالية. لا يوجد هناك بيت من بيوت أهل كيريلا، حتى وربت البيت الأمهات وكذلك البنات والأخوات والأولاد والأطفال أيضا، هم يعرفون دبي وأبو ظبي ويعرفون فقيد الأمة شيخ زايد، وكذلك هم يعني يعيشون على نفقتهم، والنفقة ترسل من هؤلاء الأبناء الموجودين في الإمارات ويشتغلون في الإمارات. الارتباط التاريخي بين الهند والإمارات منذ القدم مهد لعلاقة تجارية وسياسية واقتصادية قوية تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر من أجل التنمية والازدهار. العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والهند قديمة قدم الزمان، فأباءنا الأولون شدوا الرحال إلى هذه المدينة الساحرة بحثا عن التجارة وعن البهار. صالح البحار لقناة أبو ظبي، الهند، كيريلا.